يتعلم الملايين من الحسين عليه السلام كيف يثبت القائد في ساحة المعركة، فلا يختبئ ولا يفر ولا ينهزم. غدا يتعلم المسلمون والعالم من الحسين عليه السلام كيف يقدم القائد كل أولاده ليقتلوا دفاعا عن أمته ودينه وقضيته. نعم الصمود والثبات، كيف ستغادر خطاباتك الأذهان، مسيرتك وجهادك؟ كيف نقنع ساعات الانتظار بأنك لن تزين شاشات التلفاز؟ كم كنا نتمنى بأن يكون إعلان الظهور بدل بيان الاستشهاد. كنا نخط كتابات النفي لكل هذه الإشاعات إلى أن جاءت الأخبار. ماذا لو أردنا كتابة محطات حياتك يا نصر الله؟ ماذا لو فكرنا بتخليدك بالتاريخ؟ ماذا سنكتب؟ هل ستكتفي الصفحات لمسيرة حافلة بالبطولات بدأت في لبنان، مضت لفلسطين ولم تنتهي في العراق؟ دعنا نقول فقط هنيئاً لك، فالشهادة حق، وعلى طريق الحسين ونصرة الدين وقتال الصهاينة هو الختام الذي كنت تردده في كل مناسبة. فاطمئن يا أبو هادي، فمصير المنطقة ستحدده قوى المقاومة كما قالها الإمام، وعهد رجالك لن يحيد عن مواصلة الجهاد والدفاع عن كل المتبنيات التي رسختها، ورايتك سيحملها عضدك من بعدك. أما رسالة أبناء الزهراء لأبناء نتنياهو، أن ضربات الجبهة الشيعية ستغدو أقوى على جسد الكيان، ولنا في الضاحية رجال لن يناموا على الحق حتى تخمد نيران الثأر، وهو قادم لا محالة. محور حلقتنا لهذا اليوم سيكون عن استشهاد سيد المقاومة وقائدها سماحة السيد حسن نصر الله إثر عدوان غاشم في الضاحية الجنوبية، وانعكاسات هذه الحادثة على تطور الأحداث والصراع في المنطقة. رح نفتح هذه الحلقة بتقرير للزميل شيبان سامي لنتابع. انفجار غير مسبوق في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بدء طوفان الأقصى. استهدف المقر المركزي لحزب الله باستخدام قنابل شديدة الانفجار، أسفرت عن استشهاد قائد المقاومة السيد حسن نصر الله الذي أفنى سنين حياته في ميادين الجهاد، وكان له دور بارز في تعزيز محور المقاومة ودعم قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فتوج عطاؤه وجهاده بخير ختام وهو الشهادة في سبيل الله. اليوم يحاول إسرائيل إضعاف حزب الله، وهذا لا يستطيع أن يحققه، والدليل على هذا أنه ضرباتهم عندما توجع الضربات اللبنانية لإسرائيل، حقيقة نشاهد إسرائيل ونشوفها تضرب في عنجهية وفي همجية، واختيارهم لأهداف حقيقة مدنية تضرب النساء والشيوخ والأطفال والأبنية والبنى التحتية، هذا يدل على أنه أوجعت إسرائيل بضربات المقاومة. نعزي العالم الإسلامي ونعزي المقاومة الإسلامية في محورها باستشهاد قائد وبطل من أبطال المقاومة
قاتل الأعداء بشكل كبير وسجل صفحات تاريخية وجاهد بما يعني من كلمة، ولكن الله سبحانه وتعالى أراده أن يكون مع الصديقين والشهداء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقة خسارة كبيرة أن يستشهد قائد بحجم سماحة السيد حسن نصر الله رحمه الله. ولن أحب أن أبقى بينكم دائما. بعد استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قال قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي في بيان إن على إسرائيل أن تعرف أنها لا تستطيع إلحاق ضررا بالبناء القوي لحزب الله، وأن كل قوى المقاومة في المنطقة اليوم تقف إلى جانب المقاومة اللبنانية ضد الكيان الصهيوني المحتل، مؤكدا أن مصير هذه المنطقة ستحدده المقاومة وعلى رأسها حزب الله. خطاب السيد أو رسالة السيد المرشد الأعلى السيد علي خامنئي كان واضحا، ووصل رسالة ودلالة واضحة إلى الغرب، إلى أمريكا، إلى كيان الصهيوني الغاصب، بأن المقاومة باستشهاد السيد حسن نصر الله لن تنكسر. بالعكس، مسألة استشهاد إذا ذهب قائد ستكون المقاومة كلها قادة. تأتي هذه الهجمات في محاولة لضرب قدرات حزب الله ومعنويات جمهور المقاومة، وهو حلم بعيد المنال يسعى إليه الكيان الصهيوني الغاشم. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. أرحب بضيوفي في حلقة اليوم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور طارق الزبيدي، حياك الله. أهلا وسهلا. أرحب بالباحث السياسي والأمني الدكتور هيثم الخزعلي، حياك الله دكتور. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. كما أرحب بالمحلل السياسي من طهران سمير شوهاني، حياك الله. أهلا وسهلا. أبدأ معك دكتور هيثم، بداية عظم الله لك الأجر بهذا المصاب، لكن نتحدث عن عملية الاستهداف لسماحة السيد حسن نصر الله، ما هي الأبعاد الاستراتيجية لهذا الاستهداف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء أرحب بكم وبضيفكم الكريم، جمهوركم الكريم، وأعزي إمام العصر والزمان ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية وأحرار العالم بهذا المصاب الجلال. الحقيقة أن هذا العمل هو يأتي ضمن سلسلة يعني من العمليات التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية وأجهزة استخبارات الناتو، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه عند ذهاب نتنياهو إلى واشنطن وعودته بعد أن ألقى خطابات هناك وأقنع الغرب بأنه يدافع عن مصالحهم في المنطقة. ثم حدث لقاء بين مدير الاستخبارات والموساد ومدراء استخبارات دول غربية وبعض الدول العربية في ألمانيا، وبدأت عمليات التصفيات منذ اغتيال إسماعيل هنية واغتيال فؤاد شكر، ثم عملية البيجرز، وهذه العمليات كلها بإدارة وتخطيط أمريكي، لأن أمريكا هي من تعرف سلاسل التوريد لكل السلع بحكم سيطرتها على نظام سويفت. لكن الولايات المتحدة قالت لا علم لدينا باستهداف نتنياهو الضحية الجنوبية. لا يمكن أن تطير طائرة تبيع الولايات المتحدة لأي دولة بدون موافقة، ولديها القدرة على التحكم بالطائرات حتى بعد بيعها، بالتالي لا يمكن أن يكون استخدم الطائرات التي حصل عليها منذ شهر من أجل تنفيذ هذه العمليات F-35، لأنه كان يتحسب أن يكون لدى حزب الله صواريخ S-300 أو منظومة دفاع S-300، فلم يستخدم F-15 و F-16 وإنما زود بF-35، والمتفجرات قنابل من نوع مارك تزن 250 إلى 900 طن، وهذه خارقة للتحصينات وممكن أن تدمر بمسافة 250 متر مربع. المبنى المستهدف يعني مسافة قليلة جدا، تم قصفها بأكثر من 80 قنبلة حسب التصريح الكيان الصهيوني، بالتالي عملية مخططة ومدبرة وبإدارة أمريكية. وأعتقد أن الولايات المتحدة تريد أن تنفذ عمليات الاغتيال لإعادة تسويق نتنياهو بصورة القوي بعد أن اهتزت صورة الكيان بشكل كبير. والأمر الآخر، لا تريد تصعيد كبير في المنطقة يؤثر على مصادر الطاقة، لذلك هي عمدت إلى حلفائها وجعلتهم يتقربون من الجمهورية الإسلامية مثل العربية السعودية والإمارات والأردن، وجرت اتفاقات بأن يكونون في مأمن هم ومنشآتهم النفطية
في حين هم يزودون الكيان الصهيوني. هل اليوم الجميع في مأمن بعد هذه الحادثة لو العملية اختلفت؟ يعني المفروض أن يكون غد قوي تمادي الولايات المتحدة وتمادي الكيان الصهيوني بارتكاب هذه الجرائم بدون غد، سيجعلهم يذهبون إلى ما هو أعلى، لأن من أمن العقاب أساء الأدب. لابد أن تكون ردود قاسمة للظهر، لابد أن يكون لها أثر واضح حتى يرتدع هذا الكيان الغاصب عن إجرامه. دكتور طارق، هل تؤيد أن يجب أن تكون الردود قاسية؟ ربما ستجر إيران إلى حرب مفتوحة بعد استهداف الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، أم أن الردود القاسية ستوقف الكيان عند حده وعن تماديه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا حضرتك وضيوفك الكرام، ونعزي أنفسنا ونعزي العالم الإسلامي باستشهاد السيد حسن نصر الله، باعتباره لم يكن هو فقط قائد سياسي وعسكري، وإنما كان قائد معنوي. دائما ما نجده يرفع الروح المعنوية ليس فقط لحزب الله وإنما جميع المقاومة في المنطقة، ولذلك الخسارة كبيرة. ولكن ما أعتقده أن إسرائيل كانت دائما ما تؤكد، يعني من خلال استراتيجية تعتقد عندما تستهدف القادة تراهن على الزمن وتعتقد أن هناك صعوبة في إدارة الحزب أو إدارة يعني المقاومة بشكل عام، ولكن ما أعتقده أن هناك كوادر كثيرة متدربة، والحزب الله وكذلك باقي المقاومة هي أكيد على استعداد تام، باعتبار أن كل القادة يتوقعون أن الاستشهاد يكون في أي لحظة. فمن غير المعقول أنه لم يتم التهيئة لما بعد الاستشهاد. طيب، هذه النقطة جدا مهمة. أعتقد أن إسرائيل تراهن على أن يعني عملية استهداف القادة يؤدي إلى ضعف المقاومة، وأنا أعتقد العكس. هذه نقطة جدا مهمة. فيما يتعلق بسؤال حضرتك، موضوع لطالما إسرائيل عملت في موضوع الاستهداف ومارست أعلى مستويات التصعيد، فلا بد من وجود رادع. أنا أتفق مع الأستاذ هيثم أن عملية الرد والرد المضاد مسألة في غاية الأهمية. إسرائيل منذ بداية يعني استهدافها المتكرر، لا سيما عندما قصفت واغتالت السيد فؤاد شكر وكذلك اغتالت الشهيد إسماعيل هنية، وفي أوقات متقاربة صحيح هناك كان أكو ردود، ولكن الردود لم تكن بالمستوى المطلوب، ولذلك نجدها استمرت في عملية الكيان يحاول جر إيران إلى هذه المعركة. هناك قواعد اللعبة. صحيح إسرائيل تحاول أن تجر إيران إلى حرب مباشرة، ولكن عملية التحول من موضوع يعني الرد والرد المضاد إلى حرب مباشرة هو لا يخدم الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها بالمنطقة، لا سيما مصالحها في الخليج. ولذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى وإن حاولت إسرائيل أن تجر إيران سوف تمنع إسرائيل من عملية وجود هذا التصادم المباشر. هذا مستبعد دكتور، هذا مستبعد، لأن الولايات المتحدة كانت غاضبة من ضرب الضحية الجنوبية. صحيح، لكن هي طريقة غير مباشرة، هي لا تضحي بمصالحها بالشرق الأوسط، هي تريد أن يبقي الصراع، هي لا تريد أن تنهي الصراع، ولكن أعتقد هي لا تحبذ التحول إلى الصراع المباشر، لأن جميع مصالحها سوف تكون مهددة. ماذا لو كان الكيان الإسرائيلي يحاول التنصل من القرارات الأمريكية؟ سيشون حرب على إيران أو عدوان طائش، وبالمقابل إيران سترد على هذا العدوان؟ أكيد هناك رد ورد مقابل، ولكن الولايات المتحدة بالوقت الحاضر تقريبا لديها السيطرة على الكيان، باعتبار الكيان الإسرائيلي غير المعقول أن يتحرك دون الموافقة. بالوقت الحاضر جميع الاحتمالات واردة، يعني قد تكون هناك حرب شاملة، هذا الموضوع غير مستبعد. نعم. لماذا نقول هذا الموضوع؟ باعتبار أن إسرائيل تمارس أعلى مستويات التصعيد وتريد يعني استفزت الجميع، لم تستفد إيران فقط، استفزت الجميع، ولذلك نجد أن عملية القصف هو لجميع البلدان، لا سيما القصف في الحديدة في اليمن والعراق، دائما ما يقصف بين فترة وأخرى، وكذلك سوريا، لا ننسى سوريا أيضا هي هناك قصف متبادل. ولذلك أعتقد الأيام القريبة خلال 48 ساعة أتوقع أنه سوف يكون هناك رد. نعم. طيب أستاذ شوهاني، أجد الترحيب بحضرتك. بداية يعني نعزي أنفسنا ونعزي حضرتك بما جرى من استشهاد لسماحة السيد حسن نصر الله. أسألك عن الرد الإيراني بعد هذه الجريمة البشعة، سنرى ردا إيرانيا رادعا للكيان الصهيوني؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية الأمر أعزي نفسي وأعزيكم حقيقة بهذا المصاب الجلل استشهاد سيد المقاومة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. فيما يتعلق بالرد الإيراني على جريمة اغتيال سيد المقاومة، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الرد الإيراني. أنا برأيي إيران ستبرئ، ولكن في إطار لا يؤدي إلى حرب شاملة، لأن من الجهة التي تريد أن تكون هناك حرب شاملة من أجل خلط الأوراق؟ الجهة الوحيد في كافة الأطراف المعنية في العدوان والصراع والدفاع في المنطقة بعد 7 أكتوبر، الجهة الوحيد هو شخص رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الذي يريد عبر جر المنطقة إلى حرب شاملة خلط الأوراق. لماذا؟ لأن مستقبله السياسي مرتبط ورهن ببقائه في السلطة، هذا أولا. ثانيا، هناك ملفات فساد وقضايا يعني قانونية تلاحقه إن يعني أزيح عن السلطة. الموضوع الثالث والمهم هو التراخي في الإدارة الأمريكية، يعني خاصة خلال الأشهر الستة الماضية هناك تراخي في الإدارة الأمريكية، وتحديداً هو الرئيس جو بايدن، ونهاية هو انسحب من السباق الرئاسي. نتنياهو حقيقة لاعب ذكي، لنقول بصراحة، ويعرف كيف أن يستخدم هذه الأوراق، ويعلم جيداً بأن الإدارة الأمريكية الآن منشغلة بموضوع الانتخابات، هذا أولاً، ويعلم جيداً بأن أي حرب شاملة في المنطقة ستكلف الولايات المتحدة الكثير، ولكن تحميه هذه الحرب الشاملة، لأنه آنذاك الولايات المتحدة ستضطر للانجرار لهذه الحرب، والولايات المتحدة لا تريد الحرب الشاملة، ليست من أجل سواد عيون. ولكن ربما المنطقة. نعم، ربما نتنياهو يحاول جر الولايات المتحدة للبقاء والإبقاء في منصبه، يعني بقاء الكيان ببقاء نتنياهو وعدم دخوله إلى السجن، فمن مصلحته بكل تأكيد جر المنطقة إلى حرب شاملة. هل سيورط الولايات المتحدة؟ بكل تأكيد هو من مصلحة نتنياهو أن تكون هناك حرب شاملة، ولكن ليست من مصلحة الولايات المتحدة، وأنا قلت ليس من أجل سواد عيون أبناء المنطقة، وإنما تعلم الولايات المتحدة أولاً موضوع أمن الطاقة سيتعرض للخطر، هذا أولا. الموضوع الثاني وجود القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة من الدول الخليجية إلى الأردن إلى تركيا. بالتأكيد عندما تكون حرب مفتوحة وشاملة، هذه القواعد لم تكون في مأمن من الاستهداف من هذا المنطقة. الموضوع الثالث موضوع الانتخابات، يعني بعد أقل من شهرين تقريبا الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات رئاسية، فالإدارة الأمريكية الحالية لهذه الأسباب، موضوع أمن الطاقة، موضوع القواعد الأمريكية، موضوع الانتخابات الرئاسية، لا تريد، هي ليست، ربما بعد الانتخابات سيكون هناك حديث آخر وهناك تطورات جديدة ولكل حادث حديث، ولكن الآن الولايات المتحدة لا تريد. وهذه الاستهدافات التي قامت بها إسرائيل وهذه الخطوات الحقيقة الوحشية حقيقة والتجاوز للخطوط الحمراء يأتي في هذا الإطار، جر المنطقة إلى حرب شاملة. لكن هذا لا يعني بأن محور المقاومة حزب الله إيران لا يردون على هذه الخطوات التي قام بها رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي. بالتأكيد للمقاومة الإسلامية في لبنان سيكون رد، ولمحور المقاومة سيكون رد، ولإيران أيضا سيكون رد. فقط أنوه إلى نقطة مهمة، عندما تمت عملية اغتيال القائد الشهيد إسماعيل هنية، إيران قالت لحلفائها في محور المقاومة إن تريدوا أن تردوا انتظروا تريثوا، الرد الإيراني قادم، ولكن إن كان هناك جهة في محور المقاومة يستعجل ويريد أن يرد بإمكانه أن يرد، واليمنيون قاموا بهذه الخطوة، وحزب الله أيضا قام بهذه الخطوة ردا على اغتيال فؤاد شكر، ولكن إيران آنذاك قالت لحلفائها نحن ننتظر ونتريث للوقت المناسب. وبكل تأكيد الرد الإيراني قادم.
الآن أرحب بالكاتب والمحلل السياسي من بيروت يوسف هزيمة، حياك الله وأهلا وسهلا بك. بداية أسألك عن استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله، ما هي الأبعاد الاستراتيجية لعملية الاستهداف؟ تفضل. أحييك وأحيي ضيفك من العاصمة اللبنانية بيروت. حياك الله. لا تجي جديد إذا قلت أن اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يعد حدثا تاريخيا، ولعلي لا أبالغ إذا قلت يعد مفصلة. في ظن الإسرائيلي أنه إذا اغتال السيد نصر الله، وللأسف لقد حقق هذا الهدف، أنه سيغير الكثير الكثير. قد يكون الإسرائيلي محقا في شيء، وهو أن للسيد نصر الله وزنا وقيمة لم تكن تتمتع بها أي من الشخصيات السياسية على الساحة اللبنانية وعلى الساحة العربية، وأنا أتحدث هنا في التيارات الإسلامية السياسية، ولا أستخف يعني على الإطلاق من القيم القيمة التي تمثلها كثير من الشخصيات. نعم. ولكن أنا أضيء هنا بأن السيد نصر الله كان له باع طويل في العمل السياسي، وخاصة أنه هو الذي قاد المقاومة إلى مرحلة جديدة. يعني عندما تسلم الأمانة العامة لحزب الله بعد اغتيال الشهيد السيد عباس الموسوي الأمين العام السابق لحزب الله، رأينا أن هناك تطورا كبيرا في العمل المقاوم بشكل عام، وأيضا لقد ارتقى بالعمل السياسي. الأبعاد الاستراتيجية أنا قلت يعني اليوم هم بالغوا كثيرا الصهاينة عندما قالوا بأن هذا الاغتيال سيغير وجه الشرق الأوسط. أنا أقول لقد بنوا كثيرا وذهبوا في أحلامهم بعيدا. نعم هم حققوا هدفا كبيرا جدا، يعني اغتيال السيد نصر الله كما قلت ليس أمرا عاديا، ولكن هذه المقاومة التي أو إذا سوسع بقال بعض الشيء، هذه الأمة التي أنجبت شخصا كالسيد نصر الله هي أنجبت الكثير. ولكن من أستاذ يوسف، يعني سابقا أنت ذكرت نقطة مهمة، سماحة السيد عباس الموسوي كان قياديا مميزا وبارعا، ثم بعد استشهاده أتى سماحة السيد حسن نصر الله. لماذا يتوقع الكيان بعد استشهاد السيد حسن نصر الله لن يأتي شخص لإكمال هذه المسيرة؟ أن الإسرائيلي هو يتصرف بدافع إجرامي، وهو بالمناسبة هذا الإسرائيلي، يعني هذا هو على الدوام، هو يظن ويعتقد، والتجارب للأسف علمته يعني عند مع العرب أنه بهذه الأعمال الإجرامية استطاع أن يحقق أهدافه، ولكن هو يعلم بصراعه مع المقاومة، وأتحدث أنا عن المقاومة اللبنانية، بأنه كلما استهدف شخصية من هذا الوزن ازدادت المقاومة تصلبا. ورأيت يعني أنا ذكرت مثلا ذكرت لك السيد عباس الموسوي الأمين العام السابق لحزب الله، رأينا بعد اغتيال السيد عباس الموسوي رأينا كيف أن حزب الله صار أقوى والتف الناس حوله. يحدث الآن الشيء نفسه، يعني اليوم أنت لو تأتينا إلى لبنان وتجرينا استفتاء واستصراحا، رغم المعاناة، نحن نعاني طبعا معاناة وقصف مستمر منذ أمس، يعني يكاد لا ينقطع، يعني الإسرائيلي يلقي بالأطنان، ولكن رأينا عندما أعلن نبأ استشهاد السيد نصر الله، يعني حتى الذين كانوا ربما أقول على درجة إلى حد ما متوسطة من المودة للسيد نصر الله الآن هم يذوبون بشخصية السيد. يعني الإسرائيلي الذي أراد أن يحقق قنبلة في هذا المجال، هذه القنبلة انفجرت وضحت الفكرة. الأيام القليلة القادمة ستشهد أن الإسرائيلي أخطأ، والمقاومة بالنهاية سيأتي، ومن يتابع المهمة ويتابع المهمة نفسها. طيب دكتور هيثم، لو تحدثنا عن الموقف العراقي، كيف قرأت الموقف العراقي؟ طبعا ابتداء الموقف العراقي من المرجعية الدينية العليا التي هي السقف الأعلى في العراق،
والتي نعت بشديد من الأسى والأسف سماحة السيد الشهيد رضوان الله عليه، وأشادت بمسيرته الجهادية الطويلة ومساندته للقضية الفلسطينية، وأشادت بدوره بالوقوف مع العراقيين في قتالهم ضد تنظيم داعش، وأشادت بصفاته الاستثنائية بحيث قالت أنه قائد فذ قلما يجود الزمان بمثله. الحكومة العراقية أيضا أعلنت الحداد وأصدرت بيانات التعزية لكل الأمة الإسلامية وللشعب اللبناني، القيادات السياسية السيد عمار الحكيم، الشيخ قيس الخزعلي، الشيخ ريان الكلداني، والكثير من قادة فصائل المقاومة الذين عبروا ببياناتهم عن حزنهم وأكدوا مواصلتهم لمسيرة الجهاد، وأكدوا بأن الضربات التي سيتلقاها العدو الصهيوني سوف تكون أكبر من ذي قبل. بالتالي هذا على المستوى المراجع والسياسيين. على المستوى الشارع العراقي هناك انطلقت تظاهرات إلى الآن موجودة في الناصرية، في كركوك، في بغداد مقابل المنطقة الخضراء، وفي العديد من المحافظات. كل العراقيين يعني يكونون كل الاحترام والتقديس لسيد المقاومة سيد حسن، وبالتالي هذا الأمر هو فجيعة مؤلمة للشعب العراقي الذي تكررت لديه مأساة كربلاء مرة ثانية بشهادة السيد حسن. ولكن نعتقد أن هذا الأثر الكبير هو سيجعل جمهور المقاومة يصطف حولها أكثر، سيزيد من رصانة الصفوف، سيزيد من الإيمان بحقانية هذا الطريق، خصوصا بعد بيان المرجعية الدينية العليا السيد سيستاني الذي كان يعني يعظم ويجل المقاومين والشهداء، وعبر عن السيد بأنه قائد المقاومة الشريفة في لبنان. فأعتقد أن الكيان الصهيوني فعلا حصل على نتائج عكسية، وقولهم بأنهم هذا الاغتيال سيغير الشرق الأوسط، نعم سيغيره إلى شرق أوسط، ليست فيه صاعد. طيب دكتور طارق، لو تحدثنا عن الموقف الإقليمي والدولي، كيف قرأت تبعات المواقف؟ مع الأسف الموقف الدولي موقف خجول، لم يقم بدوره الحقيقي، باعتبار أن النظام الدولي، وجود الأمم المتحدة، وجود مجلس الأمن، واحدة من أهم يعني واحد من أهم اشتراطات وجودها هو تحقيق السلم والأمن الدوليين. وأعتقد هذه التصعيدات الموجودة، يعني تصعيد الإسرائيلي وعملية الاستهداف بهذا المستوى، يهدد السلم والأمن الدولي وكذلك السلم والأمن الإقليمي. ولذلك يفترض في هكذا حالات أن يعقد مجلس الأمن ويتخذ قرارات مهمة، لا سيما القرار المهم الذي جميع ينتظره، موضوع وقف إطلاق النار في غزة ووقف إطلاق النار أيضا في جنوب لبنان من قبل إسرائيل. لن تقف الحرب بدون الموافقة الأمريكية. أمريكية بسبب الفيتو. بسبب يعني الفيتو. الصورة أصبحت واضحة. واضحة. واشنطن ما تتحكم بالأمور. نعم، لكن نتكلم إحنا عن وجود المجلس الأمن ووجود الأمم المتحدة وأدوارها، هذا الأدوار الحقيقية. وبالتالي أصبح في ظل هذه الظروف وعدم وجود أي دور، أصبح وجود الأمم المتحدة وموضوع مجلس الأمن في إطار حل النزاعات دور ضعيف. ومع الأسف بسبب وجود الفيتو الأمريكي أصبحت يعني دائما ما نجد أنها معرقل لجميع القرارات الموجودة. وأتذكر أنا في إطار خطبة السيد رئيس الوزراء وفي مجلس في الأمم المتحدة، أو أشار بوضوح أن عملية الحل يكمن في بيد مجلس الأمن. يعني مجلس الأمن هو باعتبار السلطة التنفيذية للنظام الدولي، يستطيع مجلس الأمن أن يصدر قرار ملزم. ونتذكر جميعنا القرار 1701 في سنة 2006، هذا القرار هو الوحيد الذي أنهى الحرب في جنوب لبنان، ألزم إسرائيل بوقف إطلاق النار وموضوع الرجوع بخط الخط الأزرق. هل من الممكن أن نرى هذا القرار 1701 من جديد؟ أتوقع أن يكون هناك قرار، لأن من غير المعقول أن يبقى الصراع ويشتد بهذه الطريقة، باعتبار أن السلم والأمن الدوليين مهدد حقيقة، باعتبار أن هذه الحرب إذا ما تطورت قد يعني تدخل فيها أطراف عدة. تتوقع حرب عالمية ثالثة؟ أنا أتوقع أن الحرب العالمية الثالثة لا يمكن أن تقوم بسبب وجود بعض الضوابط وبعض المحددات. وضيفك الكريم أشار واتفق معي أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس من مصلحتها أن يتسع الصراع، ليس من مصلحتها، ليس حبا للفلسطينيين. الولايات المتحدة إلى حرب جرت بغير إرادتها، هي لديها أدوات ولديها
يعني لديها أدوات تستطيع من خلالها أن تقيد الحرب باعتبار قواعد اللعبة أكيد الجميع يفهمها. والدليل على ذلك حتى إيران، إيران لا تريد أن تتحول إلى الحرب المباشرة، تحاول أن ترد وتختار الوقت المناسب والزمان المناسب بدون أن يكون هناك يعني دخول بالحرب بشكل مباشر. سي شوهاني، لاحظت الكثير من التغريدات التي كانت مفجوعة بهذا المصاب، لكن بالمقابل هنالك عرب صهاينة متصهينين أكثر من الصهيوني نفسه، كيف تقرأ المتصيدين والمتشمتين بهذا المصاب؟ هناك حقيقة كما تفضلت يعني من يشمتون بالمقاومة، وهناك من هم فرحون حقيقة بما حصل، ولكن ليس بإمكانهم بسبب ظروف المنطقة حقيقة والجرائم البشعة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي وداعمه الولايات المتحدة أن يكشفوا عن فرحهم وسرورهم. هناك دول خليجية واضحة، يعني من الواضح يعني أنا لا أتصور بأنها يعني غير راضية عما حصل في الضاحية الجنوبية، ليس فقط يوم أمس واستهداف سيد المقاومة السيد حسن نصر الله، وإنما حتى ما حصل قبل أسبوع في لبنان. أنا برأيي يجب أن نأخذ بعين الاعتبار نقطة مهمة، وأنه هناك قبل عملية طوفان الأقصى كانت عملية التطبيع بين الكيان الإسرائيلي ودول عربية على قدم وساق. عملية طوفان الأقصى أخرت هذه العملية، عملية التطبيع، ولكن اليوم بعد أشهر حتى بعد عملية طوفان الأقصى نحن نرى بأن هذه الدول تتحدث بأنها تريد أن تطبع مع الكيان الإسرائيلي، ولكن يعني من أجل حفظ الماء الوجه تقول بأنها تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي وبالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. يوم أمس قبل يومين عندما كان يتحدث نتنياهو في أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع الصورتين، في الصورة الأولى الدول الممانعة، دول محور المقاومة التي ترفض الكيان الإسرائيلي والاحتلال الكيان الإسرائيلي، وفي الصورة الثانية هذا مهم قال نتنياهو بأنه بعدما اليمنيون حولوا البحر الأحمر إلى مكان غير آمن للسفن الإسرائيلية والسفن التي تحمل البضائع للكيان الإسرائيلي، هناك دول عربية دول خليجية فتحت مجالها، فتحت أراضيها، البضائع من الهند والصين تصل إلى هذه الدول الخليجية ومن ثم تنقل بالشاحنات تصل إلى الأردن ومن الأردن تصل إلى الكيان الإسرائيلي. أنتم هل تتوقعون من هذه الدول أن تقوم بإدانة ما حصل من عملية اغتيال جبانة لسيد المقاومة؟ فمن الطبيعي يعني هم لا يقولون ذلك أصلاً، هم لا يقولون نحن لدينا مشكلة جذرية أو حقيقية مع الاحتلال. طيب سيد يوسف، هل لك أن تضعني في صورة ما يجري الآن في الضاحية الجنوبية في بيروت؟ يا سيدتي، ما يجري الآن هو ما بدأ به الإسرائيلي منذ نهار الاثنين المنصرم، ولكن تطور الأمر إلى أمر في غاية الخطورة عندما استهدف الإسرائيلي أمس على فكرة أسقط الإسرائيلي 6 مباني سويت بالأرض. وتخيلي يعني هذا الإجرام، ليس عندي أنا كلمة لا باللغة العربية ولا غير باللغة العربية أن أصف فيها ما حدث، ليصل إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وهذه العملية، هذا القصف المستمر، وأنا أحدثك الآن منذ حوالي أقل من 10 أو 20 ثانية غار طيران الإسرائيلي والله العالم يعني سقط يعني يسقط المباني على رؤوس ساكنيها. لا تظنين أن هذه المباني كلها أخليت، هذا الإسرائيلي إنما يريد من خلال ذلك كله أنه يريد أن يقول إني أعيد المستوطنين إلى شمال فلسطين، وإني أريد أن أفصل جبهة جنوب لبنان عن جبهة غزة. أنا صرت في شك من هذه الأهداف التي وضعها الصهيوني. أنا أقول كما قال أحد ضيفيك، ابحثي عن الأمريكي، يبدو أن الأمريكي اليوم
وإن كنت أنا طبعا يعني مقتنع بما تفضل به ضيفك أن الأمريكي لا يريد أن تذهب الأمور إلى حرب شاملة، ولكن الأمريكي هو الذي يغطي كل ما يحدث. لكن أستاذ يوسف، ما يجري في المقابل هنالك رشقات صاروخية على الكيان الصهيوني. أنا لا أقول لا، أنت سألتيني ماذا يحدث. أنا المقاومة لا يظنن أحد أنه باستهداف الإسرائيلي ليمينها العام ولبعض القيادات والتي استطاع الإسرائيلي أن يحقق فيها طبعا هذه الأهداف، ولكن لاحظنا أنه يعني استشهد الأمين العام لحزب الله وبقيت المقاومة تقوم بوظيفتها على أكمل وجه، والدليل أن الصواريخ تطلق، ويعني البارحة رأينا عمل المقاومة بشكل طبيعي جدا، وحتى بعد أن أعلنت المقاومة بشكل رسمي عن استشهاد السيد نصر الله المقاومة ما زالت تقوم بأعمالها. ولكن أريد أن أقول أمرا، يعني حتى الآن رغم ما تقوم به المقاومة لم تصل بعد يعني إلى الردود القاسية جدا، لأنه أنا برأيي حتى الآن المقاومة تتدرج في استخدام ما لديها من الأسلحة، لا تريد الإسرائيلي أن يذهب بعيدا. نتنياهو بشكل خاص ومعه بعض الساسة الصهيونيين في حكومته المتطرفة ربما يريدون للمنطقة أن تذهب بعيدا بعيدا، وأوافق أحد ضيفيك بأن الأمريكي لا يريد أن تذهب الأمور إلى حرب شاملة، ولكن الأمور إذا بقيت على هذا المنوال الأمور تنبئ بخطر كبير. من حينئذ سيلزم طيب الأمور؟ تتوقع وجود قرار أو إصدار قرار دولي لإيقاف هذه الحرب في فلسطين وفي لبنان؟ أنا من المؤمنين رغم هول ما يجري، أنا من الموقنين يعني من مقولة أن المفاوضات تبدأ باليوم الأول مع الحرب. أنا مقتنع ومؤمن وموقن أنه نعم هناك مفاوضات تقوم بها دول عديدة، لأنه إذا فلتت الأمور ستطال المنطقة بأكملها، سيتطال الإقليم بأكمله، حينها سنصبح أمام حرب عالمية مصغرة. لا أظن أن الأمريكي، ولكن هنا يعني لسائل أن يسأل لماذا الأمريكي الآن يعطي الصهيوني هذا الغطاء. أنا أقول الأمريكي هو في حيرة من أمره، يعني تارة يريد أن يرضي حكومة نتنياهو ويرضي اللوبي الصهيوني، ونحن على أبواب انتخابات يعني أمامنا وبين الانتخابات الرئاسية أقل من شهر وأسبوع، وأيضا وأنا أتحدث عن الانتخابات الرئاسية المرشح وخاصة أتحدث عن حزب الديمقراطي كاميلا هاريس، لا يريدون أيضا إضافة الناخبين العرب أو الناخبين المؤيدين للقضية الفلسطينية. لذلك أنا أرى أن الأمور ستبقى على هذا، وهذا الغطاء الأمريكي سيبقى. يعني هناك خطان اليوم يتسارعان بين خط التفاوض الحل إلى وصول تسمية وبين خط العسكري. بموضوع وصول التسمية علينا أن نفهم جيدا المقاومة في لبنان يستحيل أن تفك حلفها مع غزة، ويستحيل أن تقبل بوقف إطلاق النار، أن توقف إطلاق النار إذا لم يوقف الإسرائيلي حربه على غزة. دكتور هيثم، بصراحة كيف تلقيت نبأ استشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله؟ الحقيقة هو النبأ يعني كان كالصاعقة، يعني بحيث بقيت عدة ساعات أنا غير مستوعب للموضوع لما يشكله سماحة السيد رضوان الله عليه من ثقل على مستوى العالم الإسلامي، على مستوى العالم الأحرار، على مستوى محور المقاومة، حتى أنني ربما أشبهه بأنه عباس محور المقاومة الذي يحمل غاية ويقف في مقدمة المعسكر. الحقيقة يعني صدمة كبيرة، السيد له رمزية كبيرة، له أثر كبير، السيد يعني حقيقة شخصية تقف بعد المراجع مباشرة إن لم نقل في مصاف المرجعيات الدينية، والسيد كان محل عناية العلماء والمراجع ومحل عناية الشيخ بهجة قدس سره في دعائه، وهو كان شخصية ترابية قائد على مستوى أخلاقي ملهم لأبناء المقاومة في حزب الله وخارج حزب الله، بل هو ملهم حتى لشخصيات ليست من محور المقاومة وشخصيات غير إسلامية، أثره الأخلاقي وأثره البلاغي وصدقيته في الجهاد والمواقف جعلت له مكانة عند كل أحرار العالم، وبالتالي الحقيقة هول الصدمة كان كبير جدا. يعني ربما مر علي في حياتي مرة أو مرتين، مرة
في استشهاد السيد الحكيم قدس سره، ومر باستشهاد أبو مهدي وحاج قاسم، وربما هذه المرة الثالثة. يعني لكن دكتور هيثم، بصراحة الإسرائيلي المتصيد بالماء العكر المتشمت الفرحان في مواقع التواصل الاجتماعي، أما يعلم أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ يعني هذا شيء طبيعي دائما نكرر، يا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا. يعني ما الجديد؟ السيد قدس الله نفسه ورضي الله عنه أرسى معادلة، قال أن الجانب الإيماني يغير معادلات الدنيا، ربما العدو يريد أقصى ما يريده أن يقتلنا، وأقصى ما نريده نحن أن نصل إلى الشهادة. فبالتالي الشهادة هي درجة يمنحها الله سبحانه وتعالى لخواص خواص أوليائه. إذا كان الجهاد باب فتح الله لخاصة أوليائه، فالشهادة لخواص الخواص قطعا. دكتور طارق، من تتوقع أن يكون بديل لسماحة السيد حسن نصر؟ ولغاية هذه اللحظة يعني لم يتم، يعني هناك بعض وسائل الإعلام قالوا الشيخ نعيم قاسم، والبعض الآخر قال السيد موسى، ولكن لغاية هذه اللحظة لم يتم، باعتبار هناك صدمة من قبل الحزب، وأكيد هناك يعني يتم التشاور ويتم اختيار بديل، وأنا أعتقد أن البديل سوف لن يكون أقل يعني عزيمة أو أقل همة من السيد حسن نصر. صحيح الخسارة كبيرة، ولكن الظروف الموجودة تجعل من يعني الرجال يعني قدر المسؤولية يفترض. فضلا عن ذلك، لكن هناك أكو عتب على الحكومة اللبنانية، لغاية هذه اللحظة لم نجد هناك موقف، باعتبار أن عملية الاستشهاد كانت على هذه الأرض. عملية استخدام الوسائل الدبلوماسية صحيح البعض لا يعول عليها، ولكن ضرورية. يفترض الحكومة اللبنانية أن تكتب إلى مجلس الأمن الأمم المتحدة أن هناك استشهاد وهناك قصف، مصح؟ فضلا عن ذلك هناك مسألة أخرى، أنه مجلس النواب اللبناني لم يكن هناك لديه دعوة طارئة لانعقاد هذه المسألة، مهمة لأنها تعطي رسالة واضحة على وحدة الشعب اللبناني. عملية يعني الموقف اللبناني حكومة وشعبا وعملية الوحدة الداخلية قد تساهم مساهمة إيجابية في إعطاء الصورة الواضحة للعالم وللعالم الإقليمي والدولي. هل تتوقع أنه راح تتأثر وحدة الساحات بين اليمن بين سوريا بين العراق بين لبنان؟ لا أعتقد هناك يعني تغيير في هذا الموضوع. مثل ما ذكرت في بداية الحلقة أن عملية التنظيم، يعني أغلب التنظيمات الموجودة هي عملية فيها التنظيم عالي، وعملية يعني استخلاف البديل يكون جاهز، ولكن عملية وجود بعض الشخصيات بحكم التجربة التراكمية هناك صعوبة في إيجاد البديل، باعتبار أنه تجربة السيد حسن نصر الله منذ عام 1992 وغاية هذه اللحظة كانت تجربة مهمة ساهمت في عملية يعني ارتقاء الحزب أكثر فأكثر. تتوقع أن يكون الرد الإيراني قريب، وما طبيعة الرد؟ وأتوقع أن يكون هناك رد قريب، باعتبار أن إيران أكدت لأكثر من مرة على حتى بشكل رسمي أن الرد قائم لا محال، ولكن عملية الاختيار يعني عملية التأخير يرتبط بعدة عوامل. أولى تلك العوامل هو موضوع المباغتة والمفاجأة، والموضوع الثاني هو دراسة ما بعد الرد. إيران أيضا كدولة أيضا هي تحاول أن تحافظ على مصالحها. طبيعة الرد أكيد سوف تكون هناك يعني الرد يكون استهداف مواقع حيوية مؤثرة مثل ما استهدفت مواقع حيوية مؤثرة. سيشوهاني بثلاثين ثانية لو سمحت، ماذا تقرأ عن طبيعة الرد الإيراني؟ كيف سيكون؟ الرد الإيراني بكل تأكيد قادم، هذا أولاً. الرد الإيراني بالتأكيد سيكون مختلفاً عن رده على استهداف مقر القنصلية الإيرانية والمسمى برد الوعد الصادق، يعني يكون مركب رد عسكري ورد استخباري استخباراتي وأمني، هذا ما يقوله المسؤولون الإيرانيين، خاصة وأن هناك أنباء شبه مؤكدة بأن أحد قادة حرس الثورة الإسلامية وهو قائد فيلق القدس في لبنان العميد عباس نيل فروشان كان من ضمن الشهداء في الضربة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس. نعم، شكرا جزيلا المحلل السياسي من طهران سمير شوهاني، شكرا جزيلا على ما تفضلت به. أيضا الكاتب والمحلل السياسي من بيروت يوسف هزيمة، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. تقدم بالشكر الجزيل للباحث في الشأن السياسي والأمنية الدكتور هيثم الخزعلي، حياك الله دكتور. وسهلا بكم. وأيضا أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور طارق الزبيدي، شكرا جزيلا على ما تفضلت به. ختام محور حديث حلقتنا لهذا اليوم بأبرز ما جاء في تويتر بعد إعلان خبر استشهاد السيد
حسن نصر الله، لنتابع. الحصاد انتهى لهذا اليوم، شكرا على كرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.